مختصة في الديجيتال، البودكاست متاعها هو الثالث من حيث نسبة الاستماع في تونس. اليوم نتعرفوا أكثر على علي حكيم. أبل تحذر للفيجن برو عن طريق الايفون 15. اون انتيليجنس ارتيفيسيال جديدة مع عند شركة ميتا لتقليد الأصوات. الـ23 جوان 2023، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع 9 تريندينج باي أريد المجازين متاعكم المخصص لأخبار الديجيتال والكولتور جيك في تونس والعالم. تحية لكم وما كنتوا، هذا وقيت الميزاجور كيف ما عودناكم في حلقتنا الليلة. ركزوا على برودكسيون واحدة أخرى بالنسبة للبودكاست في تونس، نحكيوا على خلابس ديجيتال في البارتي الثانية، عنا موعد مع تريلر متاع فيلم جديد باش يخرج في آخر العام هذا، نجمو نقولونو واحد زادة من الأفلام المنتظرة للمغرومين باليونيفير متاع سبايدر مان. أبار سا ألور لا كي العادة عملوا علينا باش عطيكم البلام متاع آخر أخبار التكنولوجيا والديجيتال. تحية لكم، هذه 9 تريندينج باي أريدو. مرة أخرى انتليجنس ارتيفيسيال جديدة مع عند شركة ميتا. ميتا اللي قاعدة موخرة برشا بارابور شنو خدمة مايكروسوفت بالتعاون مع أوبن إي آي وإلا شركة جوجل بالنسبة للذكاء الاصطناعي، كانت حكيت منذ أسابيع على العديد من المشاريع، من بين المشاريع هذية إطلاق LLAMA الكونكورون تاع تشات جي بي تي. من وقتها ما سمعناش برشا كلام من عند ميتا فيما يخص هالتشات بوت هذية ولا الخدمة هذية، لكن بشوية بشوية تعدت المشاريع بالنسبة لشركة ميتا فيما يخص الذكاء الاصطناعي. خوارزمية تسمح بالترجمة متاع الصوت والإيمج بايند المخصصة للتصاور وإلا الاي اي ساند بوكس وهي اي جينيراتيف خاصة بالإزانونسور. ومؤخرا شركة ميتا أعلنت على فويس بوكس اي اي. فويس بوكس اي اي هي اي بوليفالونت عندها القدرة انها تعمل جينيراسيون متاع ديسكور متاع حوار متاع كلام اللي يعطي جام كبيرة متاع دي كاباسيتي. الموديل إياه هذايا بكل بساطة ينجم يقلد الصوت من إيشانتيون متاع زوث ثواني فقط، مش تقليدك هاو، لكن حسب التجارب الأولية فإنه فويس بوكس عنده الإمكانية متاع الإيشانتيوناج ستيليزاسيون، أي إنه يقلد حتى نبرة الصوت والطريقة متاع الكلام، وخاصة زادة سريعة التعلم. شركة ميتا بإطلاقها للخدمة هذه ولا الانتليجنس ارتيفيسيال هذه تدخل في خط المنافسة مع فولي مع شركة مايكروسوفت اللي أعلنت عليه منذ بداية العام هذايا، لكن مريناش برشا خدمة فيما يخص فولي اللي لحد الآن الخدمة متاعه تقتصر فقط على كيلكوز إشانتيون محطوطين على جيت هاب. اللي نجمو نلاحظوه هو أنه البوتنسيال متاع شركات كما ميتا أو جوجل أو مايكروسوفت فيما يخص خدمات متاع تقليد صوت قاعدة ماشية بسرعة كبيرة، وتخلينا نتسألوا من توا على الجدوى الأخلاقية بالنسبة للحكاية هذه، على خاطر الطريقة هذه موجودة من قبل عن طريق دي زي اي اللي يخدموا بيهم الناس اللي يبثوا في الأخبار المفبركة أو ما يعبر عنه بالديب فيك. تفاصيل جديدة فيما يخص الايفون 15 بدأت تخرج، والتفاصيل هذه تورينا كيفاش قاعدة أبل تخدم على تطوير أن ايفون 15 باش يساعد أكثر على الخدمة متاع الكاسك فيجن برو اللي أعلنت عليها نهار 5 جوان في الكونفرنس الافتتاحية متاع WWDC. شنو اللي فما؟ اللي فما هو أنه أبل معاملة يسر على جينيراسيون جديدة من البوس والتكنولوجيات باش تخدم أكثر الايفون 15 على الفيجن برو، باش يكون الايفون جديد حاضر أكثر للخدمة على الفيجن برو. والتفاصيل جات من عند مينغ شي كيو اللي أكد أنه شركة أبل قاعدة تخدم على تطوير بوس ثانية بالنسبة للتكنولوجيا متاعها اللي بدت تخدم عليها منذ الايفون 11 في 2019 الألترا وايد باند. ذكركم أنه أبل خدمت على الألترا وايد باند ولا الـ UWB واللي حطتها في الايفون 11 كيف قلت منذ 2019. التكنولوجيا هذه تسمح باللوكاليزاسيون مع بريسيزيون كبيرة ياسر متاع الأباري، ولا تعمل دي ترانسفير متاع دي فيشي بسرعة كبيرة ياسر من أباري الأخرى، بطبيعة السرعة أقوى ياسر حتى من البلوتوث. بالنسبة للخدمة هذه ولا التكنولوجيا هذه أبل تستعملها بالنسبة لللوكاليزاسيون متاع الايفون وإلا لباليز ايرتاج متاعها، وورات نجاعة كبيرة ياسر. دونك أبل ناوية أنها تخدم على جينيراسيون ثانية من الـ UWB. نستناو أنه باش يكون الموعد مع بيوس اسمها U2 مع الايفون 15، باش تكون جرافية على 6 نانومتر وباش تخدم على الأوبتيميزاسيون متاع خدمة الايفون 15 مع الكاسك فيجن برو مع الاعتماد على الواي فاي 7 أبارتير من 2024. ديجا منذ الإعلان شركة أبل قالت أنه فما 500 بروفي جديد تحطوا
في الكاسك فيجن برو، يظهر ياسر انه فما تكنولوجيا جديده زاده باش تخلط على الايفون 15. هذا الشيء يمكن اللي باش يخلي الايفون 15 اغلى برشا من الايفون 14 حسب حكيت تقارير صحفيه منذ اسابيع قليله، وهذا ما يحضرنا بالطبيعه لاوبتيميزاسيون اكبر للكاسك فيجن برو على الايفون 15، وهذا بتبيع زادة باش نكتشفه أكثر وأكثر في 2024 وقت يتم إطلاق الفيجن برو، وتنشوفه كيفاش تكون الخدمة بتاع الفيجن برو على آيفون جديد نستناول إعلان عليه على المستوى العالمي في سبتمبر القادم. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا لكم على تصاور اللي ظهروا بالنسبة للجالكسي زد فليب 5 متاع سامسونج، واللي نستناول الإعلان عليه بشكل رسمي في كونفرنس باش تكون نهار 25 ولا 26 جويلية القادم. اليوم اللي صار هو انه تصور بالجملة اللي دي برودوي اخرين بالنسبة لسامسونج ظهروا، الجالكسي زي فولد 5، الجالكسي زي فليب 5، الواتش 6، والتاب اس 9، التاب اس 9 التابلت متاع شركة سامسونج، واللي حسب تصور باش تكون موجودة بتروا تاي تصور ظهروا اليوم، وفما حتى تصور متاع ديزافيش بيبليسيتير اللي ظهروا دي فويت، ولا سامسونج حبت هكا تعمل تيزينج بشكل غير رسمي دي برودوي منتظرين في الصيفية الجاي. على كل حال بالنسبة للشركة هذا ما يعنيش انها ما يش مخبية مفاجئات، برشا اخبار تحكي على انه الزي فليب 5 والزي فولد 5 ما باش يكونوا وحدهم حاضرين كدي ترمينو فيهم دي زيكرون بليابل، وباش يكون الموعد مع الاقل ان برودوي جديد مع شركة سامسونج اللي تعتمد فيه على ليزيكرون بليابل. ذكركم انه 2023 هو العام اللي ليزيكرون بليابل باش يبداو يرخصوا اكثر واكثر، وفي السنوات الجايه شنو اللي نعملوا اكثر على ليزيكرون بليابل موين جام، ليزيكرون اود جام نجمو نحكيو عليهم مع دي سمارت فون اخرين منتظرين ابارتير من 2024، كيما الليكرون تاع الايباد اللي حكيت عليه برشا تفاصيل مع شركه ابل، والا الايفون اللي برشا من مصادر زادة قريبة من أبل تقول إنه بش يكون حاضر في فيرسيون بليابل أبارتير من 2025. أقعدوا معنا راجعين بعد شوية مع التسعة تريندينج، ويريدوا بش نحكيوا على بودكاست واحد آخر، بودكاست هو الثالث من حيث نسبة الاستماع في تونس، نحكيوا على خلابز ديجيتال بعد شوية. شيل وذ علي حكيم.